إذا هون في عندنا اختلاف أساسي أو نقطة مهمة لازم ننتبه عليها. كل سلندر فيه له رود. هي رأس البيستون هذا من هون وهي الرود. فالأريا هاي المعرضة للبريشر تختلف عن الأريا اللي من الجهة الثانية المعرضة للبريشر. فلما يكون هذا عم بيعمل إكستنشن عم بيعمل إكستند البريشر ضاغط على الأريا هاي كلها. فالفورس اللي بتطلع فيها الرود هي عبارة عن البريشر هذا مضروب في الـ AP في الأريا تبعت السلندر. لكن لما وهي هون الدايجرام واضح، لكن لما بنعمل احنا ريتراكشن يعني عم نضبه هذا بنسحبه البريشر رح نحطه هون او الفلويد رح نحطه هون رح يكون بي وبي هذا مضروب في الاريا هاي اللي هي الحلقه الحلقه اللي ضلت بعد ما اطرح منها الاريا تبعت الرود، هاي مش مهمه للاريا تبعت الرود ولاحظ الرود ليش مهمه الاريا تبعت الرود؟ بايش مهمه؟ الفورس اللود الفورس تمام في فورس في رح يصير فيها كومبرسيف وتنسايل ستريس مضبوط مش هاي الرد اذا في عندي فورس هائله جاي من هون، هاي الرد الكروس سكشن الاريا بدها تتحمل هذا رح يصير عليها كومبريشن مضبوط او تنشن. اذا بسحب عمالي مثلا زي عمالي تسحب رح يصير عليها كومبريشن، اذا ضغطت هاي من هون رح يصير عليها تنشن او كومبريشن حسب الفورس حسب الاتجاه اللي ماشي فيه. فهون الاريا مش مهم يعني الفرق بين التو ارياز مش مهمل. هذا شو بيؤدي؟ اذا كان عندي نفس ضغط الزيت رح يؤدي لفورسز مختلفه. او اذا بدي نفس الفورس راح ادي البريشرز مختلفه ففي اختلاف بين حاله الاكستراكشن الاكستنشن والريتراكشن اوكي اضفي له هذا خلينا نحل هذا المثال